عادل في اللي انا بقوله؟ طبعا معاك، بس طالما القرار اتاخد علشان ما يتقالش ان احنا بنهاجم ابراهيم نور الدين، بنتمنى له التوفيق، بنقول له يا كابتن اعتزالك الماتش ده هيبقى وسام على صدرك انك انت تأدي المباراه ديت على اعلى مستوى، وكل الاخطاء اللي كانت سابقه اللي موجوده هتتشال، ومجرد ان انا الماتش ده هأديه على اعلى مستوى، وهتبقى في ذاكره كل جمهور مصر، اهلي وزمالك وكل الجماهير، ذاكره محترمه، وربنا هيوفقك، وبعدين تاخد منصب محترم في الاتحاد الافريقي او في خلافه. احنا بنثق فيك، بنقول لك ربنا يوفقك، من فضلك انهي الموسم بتاعك كاعتزال، انك انت تأدي مباراه فعلا ترضي ربنا وترضي ثم ترضي ضميرك وتسعد الناس كلها بالاداء المميز. دكتور ثابت، عندك تعليق اخير؟